لقد شرفني الرئيس واستقبلني صباح اليوم. وسيادة الرئيس كان التقى بالرئيس ماكرون منذ بضعة أيام في نيودلهي على هامش قمة الجي 20. كنت أيضا تشرفت بلقاء سيادة الرئيس في باريس على هامش قمة من أجل ميثاق تمويلي جديد في يونيو الماضي، وشرفنا سيادة الرئيس بحضوره ومشاركته النشطة والتي كانت موضع تقدير في إحدى الطاولات المستديرة التي كنت أنا ميسرة لها. ولقد أشدت بسيادة الرئيس ومشاركته بحركة إعادة تأسيس العلاقات الدولية وضرورة الاستمرار في العمل للحد من الانقسامات بين الشمال والجنوب، حتى لو أن هذه التسمية ربما ليست مناسبة تماما، ولكن أيضا العمل الذي يقوم به في مجال المناخ، وهذا كان من مواضيع مؤتمر باريس، وبشكل عام التنمية وكذلك الوصول إلى التمويلات الدولية عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية أو التمويل من القطاع الخاص.